الذي قيل لقائد الحمل إن في البيت فاطمة، لما جاء بالنار والحطب ايش قال؟ قال وإن، ها شوف هالكلمات والجرأة. لذلك شوف الظلم اللي وقع والأذى على الزهرة إلى درجة، ليش؟ أنها أوصت أمير المؤمنين بأن يغسلها في الليل ويدفنها سرا. ليش يا زهرة؟ تقول لي اجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل. الله أكبر زهرة، طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني. يلا حبيبي، واللك سروا ضلعي وبالباب لا يحضروني جنازتي يمشي. ليش يا زهراء؟ قال ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي، بعد على المختار ما نشفت موعي، طبل ولطمني فوق خدي ومحجر العين. قالت بعد وش عندش من وصية يا زهرة؟ قالت يا علي إذا دفنتني لا تقطعني من زيارتك في كل ليلة، كل ليلة تعال تعاهد قبري واتل القرآن آنسني في وحدتي. وكان علي يعمل بوصية الزهرة، وليلة من الليال غفت عيونه على قبر فاطمة ورآها في عالم الرؤية، تقول له جزاك الله خير الجزاء يا علي، لقد عملت بالوصية، لكن يا علي قم وارجع هذه الساعة، ارجع إلى الدار كأني بابنتي زينب قد أفاقت من نومها ونظرت إلى فراشي ولم تجدني عليه وأنت لست في البيت. شوف حال الفاقد، آخ يا مغيب عن عيلتك تحت الترايب، قاعد أشوف راس أبو الحسنين، بعدك يا زهرة حلت علينا فرقة وشماتة وعيلتك كلهم ينوحوا. إذا قمت سلي الحسن صيح لي حسين، فرت ورايا تعتفر فخر النساوي وتصيح وديت البتولة يا علي وين، من تنتحب زينب تخلي الكل ينوح. شايف اللي فاقد زوجه في سن الزهرة وعنده أولاد في سن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، إذا رجع إلى البيت وجوله الأولاد الأيتام يقول له وين أمنا؟ صار لنا يوم يومين ما شفناها، تارتني يقول لهم مسافرة، تارتني يقول لهم راحت مشوار. هذا يقول لي يا السفر ما ردت أمي. اللي فاقد أم عزيزة هاي يتذكر اليوم أولاد الزهرة، هذا يكفكف دمعته وينوح يمي نحبت غريب الغاضرية تزيد همي، من يسمعون لصيحتك كلهم ينوحون. قام رجع وأول ما وصل وإلى الحسين واقف على باب الدار، آخر مشهد وأسألك الدعاء، واقف على باب الدار متخوصر على الباب ولكن عيونه على وين؟ على ذلك المسمار الذي نبت في صدر أمه. رد الحجرته وحسين متخوصر باب الدار، شيل وياي، من شافه صرخ يا بيت ما شلتون هالمسمار، المسمار يا
يتمنا يا ابويا وبعدنا صغار ما اقدر اشوف الباب يا حامل حمشيلة. يلا وياي. ما اقدر يا حامل ضم الحسين الى صدره ودخل به الى صحن الدار واذا زينب واقفة دموعها على خدها وهي تنظر الى فراش امها. يقول اعظم الحالات اللي تمر على الفاقد ان يرى اثر حبيبه. اللي تلتفت الى ابوها تسأله تقول ابويا سؤال ايش عندك ابويا؟ قبل اليوم شفت امي مع اصبعينها بعصاب وش عدها حسن وحسين خبرني يا ليث الغار. يقل هم اشترى اللطمة على خدها يا بنت الاطياب بالتغسيل هالليلة شفتها ودمعي تجارة بالتغسيل هالليلة شفتها ودمعي يا ابويا شايد المسمار بعد مخضب بدمها يا ابويا شفت بعيوني وويلا صوت العبد ألمها يا ابويا انظرت بعيون المحسن يعتفو علي لو ماتت الزهراء وترجع لي بعد من وين. شايف اللي فاقد ام تقدر انت اذا فقدت امك تدخل الى البيت من دون امك فجونها في المنزل؟ والله من اشد الحالات. واحد يقول يا سيد انا فقدت ام اسبوعين اريد ادخل الى البيت ما اقدر. يا يما صرنا من بعدك يتامى يا يما الدهر صومنا بسهام يا يما الليل كلما انام اشوف قبال عيني طولك يلوح في الليل وراها الوصي قبرها فات ترابا. يا الله سهل مطالبنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما المنظورين يا رب العالمين. ارحم من اجتمعنا لسببيهما وقرأنا الفاتحة لأجليهما السعيدتين المتوفتين. اللهم ارحمهما برحمتك اسكنهما الفسيح من جنتك اجعل في قبريهما نورا.